اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك ونرجوك، ونحن نؤمن أنك السميع القريب المجيب الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو رب كل شيء، أول قبل كل شيء، وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء، وباطن دون كل شيء، لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء، يقدر على كل شيء، وهو رب كل شيء. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يقول للشيء إذا شاءه كن فيكون. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب المضطرين، يا محب الملحين، يا سامع الداعين، يا مجيب النات الباكين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بالأحب إليك من أسمائك والأقربها إجابة لديك. يا الله يا الله يا الله، أتيناك بضعفنا وذلنا ومسكنتنا وفاقتنا واضطرارنا وحاجتنا، ونحن نجأر إليك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الأسماء إليك. اللهم يا من لا يخيب السائلين ولا يرد الطالبين ولا يؤخر الملحين، يا الله فرجا عاجلا، يا الله مخرجا قريبا. اللهم صن واحمي واحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلئك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم كن لهم ردءا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم احفظهم بما تحفظ به أولياءك، اللهم صن حرمتهم، اللهم احفظ مهجتهم، اللهم اسمع أناتهم، اللهم أجب ضراعاتهم، اللهم سل مصابهم، اللهم عز مصابهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا ذا الجلال والإكرام، 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 احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، وابن عليهم سور عنايتك، اللهم حطهم برعايتك، اللهم أدخلهم في ضمانك، اللهم اجعلهم في أمانك، اللهم احرسهم بحراستك، اللهم ادفع عنهم ودافع. اللهم يا الله ابعث لهم جندا من جندك، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، ابعث لهم جندا من جندك. اللهم تقرحت الأكباد، اللهم تطايرت الأشلاء، اللهم هدمت البيوت، اللهم بقرت البطون، اللهم تشتتت الأسر، نشكو البث إليك يا الله، ولا يشكينا إلا أنت، ولا يجيب الضراع إلا أنت. يا من قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم، يا من قال وقوله الصدق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم أجبنا فرجا عاجلا يا الله، مخرجا عاجلا يا الله. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من قتل أطفالنا فقتلهم، اللهم من أفسد على المسلمين أجواءهم فأفسد عليهم أجواءهم، اللهم اسلبهم عافيتك وارفع عنهم حلمك وغطاءك. اللهم إنهم قد قطعوا عن إخواننا الكهرباء والماء، اللهم فاقطع عنهم أسباب العافية، اللهم اقطع عنهم أسباب العافية، اللهم أرنا فيهم ما لم يرى ولم يسمع في السابقين واللاحقين، اللهم أرنا فيهم عظيم سطوتك وعجيب قدرتك وبديع صنعك، يا من لا يعجزه شيء، امسخهم كما مسخت آباءهم من قبل. اللهم يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، انتصر للمظلومين من الظالمين، اللهم انتصر للمقهورين من القاهرين، اللهم عليك بهم، استأصل شأفتهم وأرنا فيهم عجيب قدرتك وبديع صنعك يا الله. اللهم وردنا إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لنصرتك، وحتى نكون أحق بمعيتك وولايتك. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها. الحمد لله في النعماء والبلواء، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله عند الفقد والوجد، لا نقول إلا ما يرضي ربنا.
الحمد لله رب العالمين.